تخصص المراقبة الجوية سؤال صعب، أو لأن مش أنا سؤال صعب، لأن يمكن الأغلبية ما يعرفون هالشيء، فخاصة مثلا مرات لأن يعني الربع يسألون الربع جداد أو شيء، والله ما يداوم والله مراقب جوي، لأن يسألون مراقب جوي، لأن أقول لهم مراقب جوي يسألون وشو مراقب، عبالهم إن أرصاد، عبالهم واحد بس قاعد في المطار يطالع أو يراقب الجو، أو يعني ياخذونها على الحرف. فالمراقب الجوي الله يسلمك هو يتحكم في الطيارات، يتحكم في الطيارات الطالعة والطيارات النازلة والطيارات الجاية على حسب. طبعا ما يكون في مراقب جوي واحد، يعني خلينا نفترض على سبيل المثال عندنا في مجال الجوي لقطر في اكثر من مراقب جوي. المراقب كل مراقب جوي يكون عنده مساحه معينه من الجو. على سبيل المثال مثلا من المدرج الى ارتفاع معين على سبيل المثال 2500 قدم يكون مراقب معين، من 2500 وعلى مراقب ثاني يستلم ونطالع، يعني يكون في مثلا مسافة علوية وفي مسافة أفقية. أفقية. فهذا شيء يتغير من مطار إلى آخر. ممتاز. تركي، يعني لو نسأل عن فرحتك، يعني وش اليوم اللي يعني لك يا اليوم التخرج، يعني شعورك عقب هذا التتويج لسنوات يعني طويلة من الجهد والتعب والدراسة؟ والله نقول الحمد لله أول شيء، يعني سبحان الله نسمة ذكرت سنوات من التعب، سنوات من الدراسة، سنوات من كل شيء، والحمد لله فضل الله كان حلم وتحقق. نعم الحمد لله. طيب انا ودي اتكلم شوي عن التخصص هذا، يعني تخصص المراقبه الجويه، شنو الدافع وراءه؟ يعني احنا نعرف اغلب الناس تحب تدخل في التخصصات اللي هي لها اكثر يعني من مسلك، يعني يقدر يدخل من وزاره الى هيئه الى مثلا مؤسسه خاصه مؤسسه حكوميه، ولكن المراقب الجوي هو وظيفته وحده متعلقه بهذه الهيئه والمؤسسه، فما هو الدافع وراء اختيارك لهذا التخصص؟ يعني ليش ما دخلت مثلا الى كونك طيار مثلا؟ والله نفس ما ذكرت انه يعني هالشيء يختلف من شخص لاخر. بالنسبه لي يمكن من النوع اللي شخصيا يعني ما احب السفر وايد، فاحب اكون قاعد في الدوحه بين الاهل. نعم. لكن نفس الوقت احب مجال الطيران. فاحنا يعني صار شيء يمكن شبه متناقضين. نعم. لكن المراقبه الجويه يعني شامل اثنين، قاعد في الدوحه ومنها شامل الطيران. نعم. فمنها ان المراقبه الجويه انها تخصص عملي، انا شخصيا احب الاشياء العمليه. نعم. فحسيت ان هالشيء مجالي، ومن الشيء الثاني بعد ان من وانا صغير الحمد لله احب مجال الطيران بشكل عام. نعم صحيح. حتى في يعني ايام السفر يعني كنت صغير عيني كلها على الدريشه، عيني كلها برا، يعني اشوف الطيارات شو يسوون شو ما يسوون، شو الاشياء اللي تصير، ولا مفتكر شنو يصير داخل المطار. صحيح. كلها عيني على الدريشه وبرا. نعم. والحين عاد عرفت شو اللي يصير، شلون المنظومه تعمل، من مراقب، من الطيران، من تواصلك مع الطياره، من الكثير من هذه الاشياء. اي نعم، الحين خلاص من قلب الحدث احنا موجودين. موجود. الله يعطيك الصحه والعافيه. من كان ابرز داعمين لك خلال الفتره الدراسيه؟ والله الحمد لله اغلب يعني اللي معاي البيئه ما قصرت، اول شيء طبعا الاهل والربع حتى الزملاء في الكليه والموظفين بعد الحمد لله ما قصروا، حتى يعني الكادر التعليمي ما شاء الله ما قصروا. نعم. كانوا يعني ما شاء الله متفاهمين. نعم. ويعني ما قصروا معنا بشيء من ناحيه التعليم، من ناحيه حتى مثلا في بعض الطلاب مثلا كانوا يواجهون بعض التحديات احيانا. كانوا يقولون حق بعض الطلاب اذا تبون شيء عادي كلمونا تواصلوا معنا احنا موجودين. ترى يعني ما ودهم يشوفون حد من طلابهم انه يرسب او انه ما يكمل او انه شيء يعني مش شيء من هالقبيل. صحيح. فكان ودهم